وإلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسجل رأس المال السوقي مستوى 673.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10415 نقطة، وأغلق عند 10247 نقطة، متراجعا بذلك بنسبة 1.61%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1832 نقطة، وأغلق عند 1765 نقطة، منخفضا بنسبة 3.67%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2750 نقطة، ليغلق بذلك عند 2660 نقطة، منخفضا بنسبة 3.29%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.54 للشراء و 18.62 للبيع. سجل اليورو 19.74 للشراء و 19.84 للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23.16 للشراء و 23.27 جنيه للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.4 للشراء و 5.7 للبيع، والريال السعودي وصل اليوم إلى 4.94 للشراء و 4.96 للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، ليصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1858 دولار للأوقية. سجل عيار 18.9 جنيهات للجرام، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا داخل جمهورية مصر العربية نحو 1055 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1206 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8440 جنيه.